تفضل يا شيخ. شيخنا بالنسبة للكتب باختصار كذا، ما هي الكتب التي باختصار؟ نعم نختصر على كتابين. نعم كتابين مطولين. نعم الأول مختصر خليل. نعم والثاني الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع نعم. من الحشو والخصاصة في 2000 بيت في النحو والصرف. هذه الخلاصة. الخلاصة لابن مالك وأضاف الشيخ مشايخنا في قطر شنقيط المختار بن بونة 1000 بيت إلى ألفية المالك فصار المجموع 2000 بيت. لا إله إلا الله. ها وعلق عليه المختار بن بونة وكان الشيخ الله يعرف يحفظ هذا الكتاب حفظا بل يزيد. لا إله إلا الله. هذان الكتابان مطولان. نعم يا سلام. 2000 بيت. رأيت شوف شوف هذا هنا هذا الكتاب بابي الشيء بشيء يذكر. نعم. على سبيل المثال. هذه مكتبتكم يا شيخ ما شاء الله. هنا بس أنا أريكم هذا فقط. نعم. رأيت هذا خير. هذا الكتاب هذا تجريد حديث أظن الله أعلم من الخارج. من الخارج؟ نعم. كيف الخارج؟ تجريد جديد من الخارج. أيوة نعم نعم. 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 جملته حديثا يعني. أيوة نعم. أي حديث ما؟ أو في الجزء الأول. هذا من العناية بالكتب شوف. نعم. سبحان الله كتب مالي إلى الآن موجودة. هذا في الثاني. سبحان الله. ونحن بعض الطلاب عندنا يا شيخ الكتاب ما يبقى لديها ولا سنة. أيوه نعم. ما شاء الله. هذا الثاني أيوه نعم. شفت من باب الخلاصة شوف من يقرأ قال مالك هذه النسخة عفى الله عنه أنهيت قراءة هذا الكتاب كله على شيخنا العلامة أحمد ابن محمد حامد الحسني بالمدينة النبوية في 28/9/1417 ما شاء الله يوم الخميس والحمد لله للنعمة تتم الصالحات. رأيك؟ يا سلام يا سلام يا سلام هذا. شيء جميل ما شاء الله شيء جميل ما شاء الله. هذا على كل هذا الكتابة ما شاء الله الشرح المختصر الخليل والشرح للمختصر في 10 أيضا وحتى في بعض الدفاتر قيدت بعض الفوائد في الدفاتر. يا سلام يا سلام. أما على الكتاب ما تكتب يا شيخ؟ لا 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 ما تكتب على الكتب. لا 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 أكتب. وكان الشيخ ما يرضى بهذا. ما يرضى. نعم وحصلت إرشادات منه في هذا. نعم. في مدة قراءتي عليه في بعض الأحيان أو أحيانا في مناسبات. رأيت ومن المناسبات نعم شيخنا أني يوم من الأيام كنت عنده وجاء طالب شنقيطي كبير في السن لا أدري كيف هو الآن يقرأ في التفسير نعم اسمه كتاب في التفسير كذا يقرأ هذا الكتاب نعم في التفسير وأنا ما كنت أعرف اسم هذا الكتاب فقلت سألت هذا الطالب ما اسم هذا الكتاب فذكر لي فأخذت ورقة وأخذت هذا الكتاب من هذا الطالب لأضع الورقة عليه على الكتاب اي نعم يعني تتكئ عليه نعم ايوه اكتبه فمنع الشيخ لا تفعل نعم ونهاني فكيف بالكتابة على الكتب؟ هو هذا اول واحد ان كان الاتكاء ممنوع نعم والله هكذا صار للشيخ ولذلك ما كنت اكتب الكتاب لكن قد نسجل او نسجل بالتسجيل كما تسجيل الصوت او على الدفاتر بالقلم نعم رايت